رجعنا لكم تاني لكل مشاهدي صباحات سودانية حلقة يوم الاثنين. أول فقرة معانا الليلة بنتكلم عن مبادرة، واحدة من المبادرات اللي بدت في ولاية الخرطوم امبارح كانت الثانوية بتاعتها، هي مبادرة عون الخيرية. عونه صح؟ أيوه. لأنه رئيس المبادرة قال لنا أنت قول الاسم صح. محمد إدريس عماد هو مؤسس مبادرة عون الخيرية. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. صباحك نور. مرحبا. وكل عام وعون بخير يا رب إن شاء الله. امبارح تكون تتمت الثانوية بتاعتها إن شاء الله الحمد لله. ترجعنا سنة لورا بقى، عون بدأت كيف؟ بداية عون كانت 26 نوفمبر 2016. إحنا مجموعة من الشباب، 6 شباب أو 7 شباب بالتحديد، حبينا إنه نصنع حاجة في المجتمع، وتركيزنا كله صبيناه على الاتجاه بتاع دعم أطفال السرطان. ومن 26 نوفمبر 2016 كانت الانطلاقة بإنشاء جروب على الواتساب، وأضفنا فيه كل زول رغب في عمل الخير من معارفنا وأصدقائنا وأصحابنا. نعم أكيد بداية التأسيس دائما بيكون في رؤى أو أهداف حابين أنكم تحققوها من خلال قيام المبادرة. اللي حصل في السنة الكاملة حسيتوا أنكم وصلتوا جزء من أهدافكم أو حققتوا جزء من الرؤية بتاعتكم، وهي ذاتها شنو؟ طيب إحنا صراحة بدايتنا الهدف الرئيسي بتاعنا هو كان دعم أطفال السرطان. نعم. الرؤية هو الرؤية الأولية كانت نفس الشعار بتاعنا، لنكون عونا لهم. يا سلام. اللي هو عون لأطفال السرطان. بعد ذلك حصل موضوع بتاع توسعة للأهداف وللرؤية بتاعتنا وللرسالة بتاعتنا. نعم. والصراحة حققنا أو بدينا نحقق جزء كبير من الأهداف، وإن شاء الله عبارة من حقيقة كلها بإذن الله. إن شاء الله. طيب محمد، أنت كنت برضو عندكم اهتمام بموضوع محو الأمية. أي نعم. يعني برضو من حاجات الأهداف اللي أنتم خدتينها قدامكم في مبادرة عون. أيوة، دي بعد التوسعة اللي هو تمت إضافة الهدف الرئيسي، الهدف ده كواحد من الأهداف الرئيسية برضو. طيب اشتغلت عليه كيف؟ حاليا صراحة لسه ما بدينا عليه، بس خدتنا زي ما بيقولوا دراسة جدوى أو دراسة مبدئية للبرنامج كله، إنه حيكون بمحاضرات ومبادرات تعليمية لكل من رغب إنه يواصل في السلم التعليمي أو في سكة التعليم بتاعته من ناحية خلاوي، وكذلك من ناحية المراحل التعليمية الطبيعية السودانية. نعم. طيب محمد، أنت ذكرت إنه هي المبادرة مهتمة بدعم الأطفال المصابين بالسرطان، الآليات والوسائل المستخدمة عشان المبادرة تتفعل وحتى توصل للناس، والدور اللي أنتوا بتقوم به شنو تجاه الأشخاص ذلك؟ طيب إحنا الهدف الأساسي زي كما ذكرت سلفا إنه دعم أطفال السرطان، وهو يتقسم لعدد من الأقسام. الهدف نفسه دعم أطفال السرطان ماديا، من ناحية التكفل أو المساعدة بدفع الروشتات، توفير العلاج. أيوة، توفير العلاج والمساهمة في العمليات في الأدوية. من الناحية دي الحمد لله ماشيين كويس. الجانب الأساسي اللي احنا شغالين عليه حاليا الدعم النفسي والمعنوي للأطفال، لأنه صراحة الاتجاه بتاع الدعم النفسي هو مفقود حاليا في 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 أغلب المبادرات أو المنظمات أو المجتمعات الطوعية الشغالة في المجال ده. فبنوفر جلسات بتاعة دعم نفسي للأطفال ولأهاليهم كذلك. بنحاول نعمل أيام ترفيهية للأطفال على سنه يعني نفرق عليهم شوية. كذلك عندنا مشروع من المشاريع الجديدة اللي هو مشروع أعني التعليمي، هو خاص بتعليم أطفال السرطان، ودايرين نوصل المشروع ده إن شاء الله لأنه يكون موجود في السودان كله، وإن شاء الله عبال ما يكون موجود في العالم كله. إنه الطفل المريض بالسرطان من حقه إنه يواصل السلم التعليمي بتاعه حتى وهو بيتعالج. نعم. هو في حتة بيجيف السلم التعليمي بتاعه؟ هو طبعا بسبب العلاج الموضوع ده بيجيف تماما. فحتى ما في، لا يعني ما في أي واحدة من الجهات اللي بتقدر إنه تخليهم يواصلوا السكة دي. فدنيتنا إن شاء الله إنه يخليهم يواصلوا السلم التعليمي بمواصلتهم لعلاجهم لعملياتهم لكل حاجة. طيب جميل. المشاريع دي عشان والنشاطات دي كلها عشان تتنفذ اكيد بتقوموا بجوانب خاصه بمجال التوعيه، وحتى ممكن تكون كفعاليات مستمره كانت. أيوة. طيله السنه اللي فاتت. أيوة. احكي لنا عنها. طيب احنا صراحه عشان نوصل المعلومات دي او عشان نعمل الحاجه دي بنقوم يعني او قمنا في السنه اللي فاتت بعدد من البازارات في عدد من الجامعات، وقمنا كذلك بحملتين بتاعت توعية. نعم. وقمنا كذلك بحملة بتاعت تبرع بالدم، هي كانت الأسبوع الفات دي عكسنا فيها برضو الشغل بتاع المبادرة كله،
وكان فيها شرح وافي وكافي عن المبادرة. كذلك بنستخدم السوشيال ميديا كنعكس فيها وسيلة للانتشار أكثر. أيوة وسيلة ننشر فيها نشاطات والإنجازات تحت المبادرة كلها. نعم. طيب محمد، كل مبادرة يكون عندها طبعا أهداف زي ما أنت قلت ورؤى وكذا، لكن المادة برضو هي اللي بتخلي المبادرة دي تشتغل وتقدر تنتج أكثر ويكون عندها آليات تقدر تتحرك بها. صح. كيف بتقدر توفروا موضوع الماديات والقروش عشان تقدر تعمل الحاجات اللي بيقولوا عليها؟ صراحة احنا من ناحية مادية ما عندنا داعم أساسي للمبادرة، هو بيعتمد اعتماد كلي على مجهودات الأعضاء والشباب اللي بيشيل من صاحبه من أخوه من جيرانه من قريبه من محل الشغل بيجمع من الجامعة المدرسة وهكذا. كذلك بنعتمد على البازارات كما ذكرت سلفا، هي العائد بتاع جيد جدا. كذلك بنعتمد على تحدي المية جنيه، احنا مسمينه تحدي المية جنيه، يعني هو تحدي بين الشباب للمستطيع، لانه صراحة المبادرة كيف انه تحدي فيها المية؟ كل طيب المبادرة هي فيها كل الفئات. نعم. من طلبة ثانوي لحد أطباء ودكاترة ومهندسين وعمال. فبننزل إنه يا أخي في مشروع الفلاني، فالميزانية بتاعتنا ما مغطية. بنقوم بننزل تحدي 100 جنيه، الحيقدر يسجل اسمه. أها أوكي. بيدفع تحدي 100 جنيه. فبالشكل يعني أنت بتسجل اسمك وتدفع 100 جنيه. أيوة. بتعاملنا بشكل بتاع منافسة. بس. فبالطريقه دي هي الحمد لله الامور ماشيه، وانجزنا يعني عدد كثير عدد كبير من 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 من, من الجهات بتاعت اهدافنا الحمد لله. طيب ده فيما يخص اهدافكم داخل ولايه الخرطوم. عايزين نعرف هل في اي انتشار خارج الولايه، ولا انتم شغلكم كله حاصرينه على الخرطوم فقط؟ لا لا، احنا صراحه حتى من بدايتنا كان الاساس بتاعنا احنا انه احنا ننتشر في الولايات، لانه بالتحديد من ناحيه اطفال السرطان هي الولايات في حوجة اكثر من الخرطوم. تمام. لكن حتى الناس انه تكتسب خبره وتقدر تمشي لقدام لازم تبدا هنا حتى تتوسع. فتوجهاتنا ان شاء الله في السنه القادمه حتكون على ولايات غرب السودان وولايات شرق السودان، لانه ديل اكثر الولايات اللي فيها انتشار لمرض سرطان الاطفال بانواعه. نعم. طيب نعم. محمد، 26 نوفمبر 2018 ان شاء الله تريد تكون محققين شنو؟ 26 نوفمبر 2018 بإذن الله. الرؤية بتاعتنا إنه إحنا نكون حققنا كل أهدافنا وزدناها وساعين في أهداف جديدة. بالتحديد الهدف الرئيسي بتاعنا إنه المشروع بتاع عيني التعليمي يكون بقى رسمي إن شاء الله، ويتسجل حتى في يعني وزارة التربية والتعليم إنها تقدر تساعدنا وتساهم معنا فيه بإذن الله. إن شاء الله إحنا بنتمنى إنكم تصلوا وتحققوا كل الحاجات دي، لكن إحنا ديك مساحة أخيرة عشان ما تقول فيها رسالة للمشاركين في مبادرة عون الخيرية ولكل المجتمع بشكل عام. بدأت تتحدى زول برضو. أنت تتحدى المجتمع بعدين خلاص خلي. طيب أنا صراحة لكل أعضاء المبادرة بس إحنا بالمناسبة السنوية بتاعتنا عندنا حاجة بسيطة كده قمنا بيها، هو أسبوع المبادرة ابتدى يوم 23 نوفمبر اللي هو يوم الخميس. نعم. بحملة تبرع بالدم في معمل ستاك. يوم السبت كان عندنا يوم ترفيهي لعدد من الأطفال المحتاجين بمنتزه بري. امبارح كان عندنا زياره وجلسه مع حبوباتنا وجدودنا في دار المسنين. والليله ان شاء الله عندنا زي بازار ومعرض تعريفي بالمبادره في جاس كافيه اللي ختم. انا حابه اقول لاعضاء المبادره صراحه اخجلتوني اكثر من كده، ما بقدر اقول حاجه، وشكرا لكم ولكل الشباب السوداني. استفيد من وقتك، استفيد من طاقتك الموجوده حاليا. بادر وشارك وتطوع. كم عضو تقريبا بس؟ احنا حاليا 130، الاكتف فيهم حوالي 80. الباقيين ديل خارج الخرطوم، خارج السودان. ذاته حاجه سمحه شديد، وذاته رقم مطمئن ومبشر ان شاء الله لقدام تقدروا تحققوا كل الرؤى والاهداف اللي خاصه بكم ان شاء الله. وشكرا، شكرا للعون، وشكرا لكل المبادرات اللي شغاله من اجل المجتمع. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لسودانيه 24. استاذ محمد ادريس عماد، رئيس مبادره عون الخيريه، كنت معنا ضيف في صفحات سودانيه في اولى فقراتنا. مشاهدينا، دي كانت فقرتنا الاولى، مبادره عون الخيريه. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم صفحات سودانيه، ابقوا معنا.